يسر أنظمة فينيكس تقديم تطبيق برايس تشيكر لفحص سعر المادة، وهو تطبيق مجاني يعمل بالاتصال مع نظام فينيكس أو دون الحاجة للاتصال مع نظام فينيكس، ويفيد أصحاب المولات والأسواق التجارية في جعل أسعار البضائع المباعة في السوق في متناول أيدي الزبائن دون الحاجة للذهاب إلى الكاشير لفحص سعر المادة. يتم ربط التطبيق مع نظام فينيكس من أجل استيراد أسعار وباركودات وصور المواد ليتم فحصها بشكل مباشر من قبل الزبون. نقوم باختيار الملف المراد استيراد المعلومات منه، ثم نضع كلمة المرور واسم المستخدم، ثم نضغط على حفظ. الآن يمكن فحص سعر المادة من خلال باركودها. يمكن ربط التطبيق مع ملف إكسل، وفي هذه الحالة يتم عمل التطبيق دون الحاجة للاتصال مع نظام فينيكس، بحيث يتم استيراد المواد وأسعارها وباركوداتها من أجل فحص سعرها من خلال ملف إكسل. نقوم بتحديد الملف، والآن يمكن فحص سعر المادة من خلال وضع باركودها الموجود ضمن ملف إكسل. نشكر لكم متابعتكم ونراكم في فيديوهات لاحقة.